متطلبات وطريقة تسجيل في امتحان الآيلتس. طبعا أهم متطلب جواز السفر، طبعا لازم يكون عندك جواز السفر في يوم الاختبار ووقت التسجيل. طبعا في روابط كثير للتسجيل في امتحان الآيلتس، هذا أحد الروابط. كما ذكرت سابقا تقوم باختيار نوع الاختبار أكاديميك أو جنرال. طبعا نحن في دورتنا اليوم مركزين على الأكاديميك، أكاديميك موديل هذا نوع الاختبار اللي تبغى أنت. بعدين تختار الدولة والمدينة، وتختار تظهر لك التواريخ وتختار التاريخ اللي يناسبك. هذه بعض المواقع المهمة في الآيلتس. إذا تبي تحسب درجة الآيلتس المتوقعة، أو يعني إذا تبغى تشوف كم لازم تجيب في كل قسم عشان تحصل على الدرجة المطلوبة، استخدم حاسبة الآيلتس. هذه بنتطرق لها، يعني إنه كيف تجيب مثلا 9 من 9 في السبيكينج، أو تجيب 9 من 9 في الليسينينج، أو 8 من 9 في الليسينينج في كل قسم، كم لازم تجاوب على السؤال. بنتطرق لها إن شاء الله في كل قسم، لكن هذه آلة حاسبة تساعدك لو تدخل عليها، تساعدك يعني موقع تساعدك لو تكتب. طبعا في الليسينينج 40 سؤال، الليسينينج الاستماع 40 سؤال، لو جاوبت مثلا 20 سؤال كم تأخذ من 9 في الليسينينج، لو جاوبت 30 سؤال كم تأخذ. هذا الآلة الحاسبة تساعدك في هذه النقطة. هذا موقع اي دي بي العربي. اي دي بي اللي هي احد الشركات المالكة للآيلتس، وهو احد المؤسسات المالكة للامتحان. تستطيع الدخول على الموقع والحصول على معلومات اكثر عن الآيلتس، كما تستطيع التسجيل للامتحان عن طريق نفس الموقع. تقدر تدخل على الموقع وتسجل للامتحان، وتاخذ معلومات. الموقع جدا مفيد، موقع اي دي بي بالعربي جدا مفيد، يعطيك معلومات عن انواع الايلتس، اقسام الايلتس، طريقة التسجيل، متطلبات التسجيل، يعطيك رابط التسجيل. جدا 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 مفيد. طبعا كانت هذه اخر شريحة في محاضرة اليوم. بعض الملاحظات يعني أرغب في ذكرها قبل إنه يعني ننهي المحاضرة. كما ذكرت سابقا، درجتك في الآيلتس تعتمد على مستواك في اللغة الإنجليزية. الدورة هذه وأي دورة أخرى مجرد مساعد محفز، يعني توريك الطريق، لكن لغتك ومستوى لغتك الإنجليزية هو من يحدد درجتك. فمهما أخذ دورات آيلتس، إذا كانت لغتك الإنجليزية غير جيدة، ما بتقدر تحصل على درجتك المطلوبة في الآيلتس. فنصيحتي أولا أنه تهتم بلغتك الإنجليزية، تهتم بتطوير لغتك الإنجليزية، طور جميع المهارات، طور مهارة جميع المهارات. الكتابة بالذات، الكتابة نعاني بالذات الطلبة السعوديين، يعني أكثر شيء جزء يعانون فيه الكتابة والقراءة، لأنه تحتاج ممارسة. اكتب واقرأ اطلع عشان تقدر تطور من لغتك. بعدين تبدأ بالإعداد الآيلتس. إعداد الآيلتس يجي مرحلة أخيرة قبل الاختبار، يعني ممكن قبل الاختبار بأسبوعين ثلاثة شهر تبدأ تعد الآيلتس. في البداية أنت تبني اللغة، بعد ما تبني اللغة بعد تبدأ تستخدم دورات إعداد الآيلتس مثل هذه الدورة عشان تساعدك إنك تجيب درجة إن شاء الله عالية في الآيلتس. يعني أقدر أقول إن مستوى لغتك يحدد أقل شيء 80% من درجتك النهائية. 20% أو 15% هذا ممكن أقول إعداد الاختبار، فهم الاختبار، فهم تكنيكات الاختبار وأساليب الإجابة، فهم أقسام الاختبار والمطلوب من كل اختبار، فهم طريقة التقييم وطريقة حساب الدرجة النهائية. هذه ممكن أعطيها 20%. أما 80% فهو على مستوى لغتك، على مستوى لغتك الإنجليزية. نصيحة، لا تنخدع بالمعاهد والدورات التجارية اللي توعدك بالحصول على درجتك المطلوبة في الآيلتس قبل أن يعرفوا
مستواك. هذه منتشرة يعني، أشوف إعلانات كثيرة بس سجل معانا وإحنا نساعدك نجيب تجيب الدرجة اللي أنت تبغاها. طب أنا ما عندي لغة، أنا أبغى أجيب 8 من 9 ولغة الإنجليزية صفر، بتساعدني في شهر شهرين ثلاثة حتى سنة إني أجيب آيلتس؟ مستحيل. فهذه كلها إعلانات، لا تصدق، لا تصدق الإعلانات اللي يقول لك خليك تجيب درجتك. قبل ما يعرف مستواك يكون فيها لعب كثير ويكون فيها ابتزاز، يكون شغل تجاري. فنصيحتي يعني لا تصدقوا ولا تنجروا لمثل هذه الدورات. أول شيء يحدد مستواك، مستوى لغتك، يجلس معك يسمع كلامك، يشوف كتابتك، يشوف قراءتك، يختبر قدراتك في السمع، بعدين يقدر يحدد لك الهدف في الآيلتس، يقول لك بعد شهرين لو تشتغل زي كذا نقدر نجيب لك درجة زي كذا، أو 3 شهور. تحدد الأهداف، بس في البداية لازم يسوي تقييم، لازم في البداية من التقييم. أما الوعود المطلقة أنه اختبر معانا والتحق بالدورة الفلانية ونجيب لك درجة الآيلتس، فهذه فيها غش وتدليس. أتمنى أنكم ما تنجرون مثل هذه الدورات. كما ذكرت سابقا، الواجب عليك أن تطور من لغتك أولا، ومن ثم تحدد أو تخصص فترة قبل الاختبار، شهر ممكن، طبعا شهر يكون مكثف قبل الاختبار، للاستعداد للتعلم حول الآيلتس، معرفة الآيلتس وطرق وتكنيكات وطرق التقييم فيه. ملخص ما أريد قوله، لابد أن تبذل مجهود أكثر على تطوير لغتك ومجهود أقل لإعداد الامتحان الآيلتس. كانت هذه مقدمة عامة، حاولت أنها تكون جدا عامة عشان توضح الإطار العام للآيلتس، وتوضح ما هو الآيلتس، ما هي أنواعه وأقسامه، والفروق بين الآيلتس والتوفل والستب، كيف يتم تقييمك كطالب. كانت هذه فروق عامة، محاضرة عامة، إطار عام. حاولت أني بس أوصل لك أنه يعني نبدأ بشكل عام، بعدين إن شاء الله في المحاضرات القادمة نتكلم في كل قسم إن شاء الله بشكل أعمق، وبشكل يعني حيث إن شاء الله نقدر نغطي جميع الأسئلة في كل قسم، وطرق الإجابة وبعض الأساليب والطرق إن شاء الله اللي تساعد إن شاء الله الإجابة في كل قسم. أتمنى أنكم استفدتوا من محاضرة اليوم أو التي كانت يعني كما ذكرت مقدمة. كما ذكرت سابقا، إن شاء الله بتكون الدورة المحاضرة الجاية بعد أسبوع من هذه المحاضرة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.